السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية. في عنا هلأ موضوع جدا مهم ومتكرر كتير بالشهادات، اللي هو بيجي بيقول لي study the localization of the gene based on the pedigree. بكون عطينا pedigree مثل ما شايفين احنا، هدول صورتين من شهادة، طبعا في غير pedigree عادية. بيطلب مني بيقول لي بدنا نعرف وين اللوكيشن اوف ذا جين. طبعا نعمل احنا لوجيكال ريزونينج وبنشوف بنقدر نعرف وين اللوكيشن موجوده. لنيجي نطلع بس بالاول بين نميز بين الشكلين اللي عندنا تو بيديجريز. بنلاحظ انه في بيديجري اللي على اليمين الافكتد انديفيدجوالز ار اونلي ميلز، ما في ولا فيميل افكتد، وهذا موضوع مهم جدا مفروض ننتبه له، لانه هذا له طريقه حل لحال غير البيديجري اللي هي بنلاحظ فيه فيميل افكتد وفيميل افكتد، هي لها طريقه ثانيه وهي لها طريقه غير. فلما نلاقي احنا only males are affected اتفقنا هي الى حل راح اكيد راح ناخده، بس احنا خلينا ناخذ الطريقه اللي هي اذا بنلاقي عادي females وفي females are affected كيف بنحل، كيف نعمل localization. بنيجي لهي الحاله. طبعا قبل ما نعمل localization يا اخوان بدنا نكون بحط براسنا نعرف مين dominant ومين recessive. طبعا احنا مثل ما اشتغلنا الحصة الماضية we have individual 1 and 2 normal couple they give birth or they give birth to 3 and 4 that are affected. 3 and 4 inherited the allele of the disease from at least one of the parents, one or two, but both are normal, so the normal allele in the parents mask or dominates the allele of the disease. قلنا قبل ما نكون عارفين اللوكيشن ما فينا نقول اخذ دي من هون ودي من هون على اساس ان هي توزومال، ما فينا نقول. اذا هون الدومينانت قليل هي الان والريسيسيف هي الدي. هاي المفروض نعرف مين دومينانت ومين ريسيسيف قبل ما نشتغل لوكاليزيشن. احنا كم لوكيشن بنعرف؟ احنا بنعرف اربعة لوكيشنز واخذناهن، اللي هن ممكن تكون نون هومولوجس سيجمنت of Y، واللي قلنا من خصائصها شو هي؟ انه هاي الجين الموجودة عن نون هومولوجس سيجمنت of Y موجودة على الواي بس مش موجودة على الاكس. مدام موجودة مش موجودة على الاكس معناته الفيميل ما بتحملها. ففينا دغري احنا ننفي، طبعا احنا عملية اللوكاليزيشن بتصير عن طريق النفي. بنجرب حالة وبننفيها. النون هومولوجس سيجمنت اوف واي رح تشوفوا كل الاسئله ببلش نفي فيها لان هي اسهل وحده. ليه؟ لانه سهل من البيديجري دغري نعرفها، اللي هي شو؟ بنطلع احنا بدام الجين ذات اللي هي لوكيتد اون ذا نون هومولوجس سيجمنت اوف واي شود نوت بي كاريد باي فيميلز، لانه الاكس ما بيحملها فالفيميل ما بتحملها. معناته انت عم تدرس جين مش موجوده اصلا عند فيميل، معناته مستحيل تلاقي فيميل مريضه فيها، صحيح؟ ولكن بتعطيه مثل من البيديجري بتقولوا الفيميل نمبر 4 از افكتد سو اتس نوت ذا كيس. يعني احنا بنلاحظ مثلا فيميل نمبر 4 مريضه، يعني عندها القليل، يعني عندها الجين. وهذا كلام بيتناقض مع مين؟ مع وجود الجين على النون هومولوجس سيجمنت اوف واي. ففينا ننفيها بهاي الطريقه. في طريقه تانية بنجرب الجينوتايبس لاب وابنه. ليش بننقي اب وابنه؟ ما احنا فرضناها على النون هومولوجس سيجمنت اوف واي فبدنا ننقي ميلز. لو اجى حدا قال لي شو الجينوتايب لنمبر 3 صار X Y D، هذا بنكون عم نكتبه كتابة. احنا بنقول the genotype of individual 3 is X Y D. ال Y D من وين بياخذها الميل؟ من ابوه. بنقول نمبر 3 inherited Y D from his father، صحيح؟ معناته بهالحالة اذا ابوه معطيه Y D معناته ابوه لازم يكون مريض. هل ابو مريض؟ لا. اذا بنقول he inherited YD from his father so the father in this case must be affected but the pedigree shows that he is normal. فاحنا بنكون نفينا هاي الحالة. يعني ما حدا يقول لي كيف بدي ياخذ منه، كيف بدي ياخذ منه YD وهو نورمال؟ هذا بتقول لي ما هو نورمال كيف بدي يعطيه YD؟ بنقول لا، اذا الولد XYD احنا مفرضنا الحالة، قلنا انه هي الحالة موجودة وين؟ عندنا هومولوجس سيجمنت اوف واي. إذا هاي الحالة مظبوطة
معناته هذا الميل ما له غير جينوتايب واحد اللي هي اكس واي دي، صحيح؟ طيب واي دي منين بده يكون مخده اذا هيك؟ عم نقول اذا هيك مفروض يكون مخده من مين؟ من ابوه. فاذا ابوه عنده اكس واي دي مفروض شو يكون؟ افكتد. هل هو افكتد؟ لا. في حدا يعمل شيء تاني، في واحد يحط الجينوتايب للاب ويعمل يجرب على الاولاد. يعني بقول مثلا اذا الجين هاي اللوكيشن لها مزبوط، هذا الاب لازم يكون عنده اكس واي كابيتال ان، صحيح؟ الواي ان لمين بده يعطيها؟ لكل اولاده الميلز. فكل بدام عندن واي ان اللي هي دوميننت مفروض كل يكونوا نورمال، ولكن عنده نمبر 3، طبعا على طول كنا بنحكي انديفيدجوال بدنا نسميه نمبر 3 از افكتد، سو ات از نوت ذا كيس. اذا نون هومولوجس سيجمنت اوف واي نفيها سهل، بننفيها عن طريق تجريب الجينوتايبس، يا اما بلاقي في ميل افكتد او في ميل حامل الجين اللي عم ندرسها وهي ممنوع تكون حامليتها اذا الجين عن نون هومولوجس سيجمنت اوف واي، او بنشوف اب وابنه. اذا اب مريض وابنه نورمال نوت ذا كيس، يعني بنلاقي اب وابنه الفينوتايب لإلن بعكس بعض. ما باخد إسا 1 و 5 بقول ايه زبطت الحالة، بنقول مثلا X Y N وأعطى Y N لابنه طلع نورمال، لا طلعت مزبوطة ماشي الحال، لا نخدن احنا يكونوا شو عندن different phenotypes، احنا بدنا ننفي الحالة ما بدنا نثبت الحالة. هاي بالنسبة لل non-homologous segment of Y. بنيجي الحالة الثانية اللي هي 2، إذا الجين located on the non-homologous segment of X. non-homologous segment of X. هلا بالنسبة لل non-homologous segment of X الأسهل نفكر فيها هيك، منقول إحنا بنعرف النورمال دوميننت على مين؟ على الاليل اوف ذا ديسيز، ماشي الحال. الاسهل اخذ ميل عنده الصفه الدوميننت، ماشي الحال. يعني اذا ميل عنده الصفه الدوميننت يعني لازم يكون شو؟ اكس ان واي. ليه باخذ ميل عنده الصفه الدوميننت؟ لانه الميل عنده اكس وحده، هاي الاكس الميل اكيد مخده من المذر واكيد راح يعطيها لكل البنات لكل الدوترز. فهذا موضوع مهم جدا، انه انا لما ناخذ احنا نركز على ميل عنده صفة الدوميننت اللي هي النورمال، هون لازم امه تكون نورمال ولازم بناته كلن يكونوا نورمال. اذا لا معناته احنا بنكون نفينا الحالي. طبيعي ليه عم نكون حكينا احنا هيك؟ لانه الولد الميل بياخذ الاكس من امه والبنت بتاخد الاكس من ابوها. اذا هو نقطة مهمة لحتى يكون اسهل عليك الحال. وانت عم تنفي النون هومولوجس سيجمنت اوف اكس بتاخد ميل عنده الصفة الدوميننت. هون عم نقول ميل عنده الصفة الدوميننت لانه مرات الديسيز بكون دوميننت، تمام؟ وبتقارده مع مين؟ بتقارده مع امه او مع بنته. خلينا نشوف نطبق دغري على البيديجري. ناخد ميل عنده الصفة الدوميننت، ميل رقم 3، عفوا ميل رقم 1. الميل رقم 1 اذا هالجين اللي احنا عم ندرسها لوكيتد، احنا عم نفرضها فرض قلنا اذا موجود عندنا هومولوجس سيجمنت اوف اكس، هذا حيكون عنده جينوتايب شو؟ اكس ان واي، صحيح؟ هلا ننسى شو عنده اولاد، هو عم نحكي احنا بالمبدا اذا هالجين لوكيتد عندنا هومولوجس سيجمنت اوف واي، هذا ما عنده غير جينوتايب واحده ما في غيره، تمام؟ ممتاز. هل اكس ان لمين حيعطيها؟ اكس ان حيعطيها لكل بناته، يعني بناته كلن رح يكون عندن اكس ان ويكون عندن اكس تاني شو ما كان ما بنعرف شو هي، رح تاخذوها من امن. بس وجود الاكس ان اللي هي دوميننت مفروض تطغى على التاني، او اذا كانوا ان ان مش مشكله. فكل البنات هون لازم يكونوا نورمال. هل كل بناته نورمال؟ بنقول له لا، عندك نمبر 4 مش نورمال، اذا نوت ذا كيس. اذا احنا نفيناها دغري، قارنا شو؟ قارنا ميل عنده الصفه الدوميننت مع فيميل مع بنته. هلا زبطت ليه؟ لانه هلا ما عنده ام هو. طب يجي واحد بقول لي هات انا ما بدي، بدي اشتغل على رقم 5. جرب رقم 5 عنده اكس ان واي، ما عنده بنات اذا بدنا نقارنه مع الام. بنقول امه هذا لازم تكون نورمال، بنروح بنلاقيها نورمال. هل انا دغري هيك ببساطه الحال دغري بقول مزبوط معناته
بدام هو نورمال وامه نورمال معناته زبطت، بس انا عندي منطقه تانية ما زبطت فيها الحاله، اي واحدة بختار؟ بختار اللي بتزبط ولا بلم فيها؟ لو الجين اللوكيشن ليله مزبوط مفروض ينطبق على all individuals in the pedigree. فاحنا العقل بقول نشوف two individuals of different phenotypes، يعني بشوف ولد مريض مع امه نورمال، ولد او اب نورمال مع بنته مريضة، هيك ما بشوف نورمال ومع نورمال بقول والله ماشي الحال، لا والله يعطيك العافية وطلعت زبطت الحالة، لا بدها تزبط، بدها تزبط على الكل. هلأ صار عندكم مشكلة مثلا بجرب حدا تاني ببين عندنا، مش هتكون صعبة كتير، انتو بالعادة لقدام على الحل بالعين بتصير بتعرف دغري. هلأ طب حدا ما بدي يشتغل، بيشتغل على بدوش الميل، يشتغل على الميل نورمال، بيشتغل على فيميل ماشي الحال. القاعدة شو بتقولنا؟ او مش قاعدة يعني، لانه على التجارب الاسهل هيك نحل. اذا حدا بدي يختار فيميل، ما بنقي فيميل عندها صفة دوميننت بهيك اللي بدنا هومولوجا سيجمنت اوف اكس لتنفيها، ما بتنقي فيميل عندها صفة دوميننت، بتنقي فيميل عندها يا اخوان صفة ريسيسيف. يعني انا هون الريسيف هي الدي، اذا بنقي افكتد فيميل. ليه؟ لانه الفيميل اللي عندها ريسيف اكيد عندها جينوتايب اكس دي سمول اكس دي سمول. فشو بنستفيد من هاي الحكي؟ بستفيد انه ابوها 100% اذا هي مريضة ابوها لازم يكون الفاذر لازم يكون افكتد، وابن الميل الصن لازم يكون افكتد. ليه؟ لانه هي عندها اكس دي اكس دي، لازم تعطي كل ولادها، الولد الميل بياخد الواي من ابوه والاكس دي من امه او الاكس من امه. اذا الام عندها 2 اكس فيهن ديسيز، معناته الام اكيد الولد اكيد مفروض بناء على حكي شو يطلع افكتد، ولكن بنشوف البيدجري. كمان الاب لازم يكون شو؟ مريض. ليه؟ البنت كمان عندها 2 اكس، واحدة من هالاكس اللي عندها من ابوها، فاذا الاب صار عنده اكس دي واي معناته مريض. فاحنا كمان لنروح نطبق على البيدجري من قلنا بنروح بنشوف مين؟ بنشوف فيميل، برجع بعيد ومهم جدا هذا الحكي، بنقي فيميل عندها شو؟ عندها الصفة الريسيسيف. ليش ما بننقي الفيميل اللي عندها الصفة الدوميننت؟ تخيل اجى حدا بده يشتغل على نورمال فيميل، هون النورمال فيميل شو عندها؟ اكس ان اكس دي او اكس ان اكس ان. اول شغل الجينوتايب اللي عندها مش متأكدين منه. تاني شغلي الفيميل اللي عندها مثلا انه حدا قال لا انا بعرف والله هو الجينوتايب للاكس ان اكس دي، هل شرط يكون ابوها نورمال او افكتد؟ لا. ليه؟ لانه هي عندها 2 اكس، ممكن تكون ماخذه من ابوها الاكس ان فابوها نورمال، او ممكن تكون اخذ الاكس دي من ابوها فابوها افكتد. اذا ما بيمشي الحال معنا ناخذ شو؟ ناخذ فيميل عندها الصفه الدوميننت. فبحاله احنا بنحكي بالنون هومولوجا سيجمنت اوف اكس، لما نيجي نشتغل عندك النورمال دوميننت على الدي، لما اذا اجيت بدك تشتغل على القليل النورمال بدك تنقي ميل عنده صفه النورمال، وبتشوف الام والبنت. اذا اجيت بدك تشتغل على فيميل بتنقي فيميل عندها الصفه الريسيسيف، وبتشتغل على الاب او على الولد. اذا جينا على البيدجري هون شفنا هاي بنت عندها شو؟ عندها الصفه الريسيسيف فيش غيرها. فبنقول اذا الجين مظبوطه، احنا برجع بعيد احنا عم نفرض الحاله، اذا هي مظبوطة معناته هاي البنت شو عندها جينوتايب؟ عندها اكس دي اكس دي، معناته ماخدي وان اوف ذيس كروموزومز من مين؟ فروم ذا فاذر. فالاب شو صار عنده جينوتايب هلا؟ اكس دي واي، اكس دي واي المفروض يكون مريض، هل هو مريض؟ لا. اذا ما زبطت الحالة اذا اللوكيشن اوف ذا جين مش مظبوط، اذا هون بنكون نفينا احنا مين؟ النون هومولوجس سيجمنت اوف اكس. بضل عندنا two locations الاوتوزومال والنون هومولوجس سيجمنت اوف اوتوزومال ونون هومولوجس سيجمنت اوف اكس اند واي. اذا حنشوف اسا رقم 3 الهومولوجس سيجمنت اوف اكس اند واي. بهالحالة خلينا احنا نشوف نطلع نفرض الحالة مثل ما عم نشتغل، نقول هل اذا الحالة موجودة على الهومولوجس سيجمنت اوف اكس اند واي، خلينا نشوف شو الجينوتايب لرقم 3. 3 بكون عنده جينوتايب اكس دي واي دي،
مثل ما قلنا هومولوجس سيجمنت اكس اند واي، هي المنطقه المشتركه بالاكس واي، اذا الواي بتحمل والاكس بتحمل. وشو الجينوتايب هون للنمبر 4؟ هي بتكون اكس دي واي، عفوا اكس دي اكس دي. طيب اذا جينا طلعنا الجينوتايب للفاذر للاب، ماشي الحال، شو لازم يكون يعني هيك ولاد؟ شو لازم يكون جينوتايب لأبوهن؟ هل واي دي أكيد من مين؟ الواي دي 100% من مين؟ من الأب. وفي البنت عندها تنتين أكس دي، أكيد واحدة مني من مين؟ أكيد من الأب. شو الأب صار عنده؟ صار عنده أكس دي واي دي. أكس دي واي دي معناته لازم يكون مريض بناء على المعطيات هالولاد. بعد ما جربنا الحالة، إذن الهومولوجس سيجمنت أوف أكس أند واي بدها ولد وبنت عندن الصفة الريسيسيف، ماشي الحال، ولد وبنت عندن الصفة الريسيسيف، بنطلع لنا الجينوتايبس وبنشوف الجينوتايب للأب بتزبط معنا أكتر، لأنه الأم عندها 2 أكس، ما فينا نحدد الأكس لمين بالضبط، بس ولكن فيه حدا يشك إنه الواي هاي من الأب؟ مستحيل، إذا الأب أكيد عنده بناء على هالمعطيات الأب عنده واي دي. فيه حدا يشك إنه واحدة من الأكس دي هي من الأب؟ كمان مستحيل. طب الأب عنده أكس دي وعنده واي دي أكيد بناء على هالولاد، هل هو لازم يكون مريض ولا نورمال؟ لا لازم يكون مريض. بنروح على البيدجري، هل هو مريض؟ لا، أعطيني نمبر 1 is normal، معناته هالجين مش موجود هون. إذا إحنا نفينا الأكس non homologous of X، نفينا non homologous of Y، نفينا homologous segment of X and Y، فضل عندنا location واحد فيش غيره وما بننفيه، بنقول therefore the gene is located on an autosomal chromosome. بعد ما نفينا الكل، طب بيجي واحد بيقول لي ليش ما نفينا احنا الاوتوزوم من الاول؟ تعال تفضل، اذا جينا بدنا ننفي الاوتوزوم، مش احنا بالعاده شو عم نعمل؟ عم نفرض الحاله وعم نجرب. بيجي بيقول لي والله الاوتوزوم هاي عندها جينوتايب دي دي والاب دي دي، هات لنجرب، معناته اكيد ماخذي دي من هون، هذا اللي هون وماخد دي من هون، وهاي البنت ماخد دي من هون ودي من هون، فهل فيك تنفي؟ عادي، في يكون نور، في يكون ان دي هيك وهذا ان دي، هل تقدر تنفيها؟ اوتوزوم ما قدرنا نفيناها، احنا مش انه والله حافظين الحالي. هلا انت بعدين على كتر الاسئله لما يطلع عندك انت مثلا ولد وبنت مثل هاي الحاله طلعت اوتوزومال، اكيد بسؤال الامتحان ولا سؤال الشهاده ما حتتغير، يعني لما يكون عندك ولد وبنت افكتد وابوه النورمال، هاي بتكون شو؟ اوتوزوما، لانك راح تشتغل نفس الشغل اللي احنا اشتغلناه ونفيناه. بس اذا واحد فكر بالاوتوزوما من الاول بده ينفيها ما راح تزبط معه، ماشي الحال، ما راح تمشي معه نفي الاوتوزوما. فاحنا قدرنا قلنا الواي اسهل شيء دغري بننفيها، بشوف بنت مريضه او ولد مريض وابوه لا، مثل ما شرحنا مش حنرجع نعيد الشرح، بس عم نحكي بالنسبة لأنه واحد بقول لك ليش مشينا بهالترتيب إحنا. هاي الأسئلة بتتكرر كتير، قلنا بالشهادة بيجي عليها تقريبا علامة على كل حالة ربع 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 ربع، إحنا نفينا ثلاث حالات ربع، وفي عنا الأوتوزوما اللي بيجي عليها كمان ربع. إذا جينا نطلع الجينوتايب للعيلة، طبعا بعد ما عرفنا اللوكيشن معناتها هاي دي دي، هاي دي دي أكيد، هون أن دي وهون أن دي وهون ان ان اور ان دي، ماشي الحال. الله يعطيكم العافية، ان شاء الله الفيديو الجاي راح يكون مع حالات جديدة، والحالة اللي حكينا عنها اللي هي هيك لما يكون عندنا بس only the affected individuals are males حنحكي عليها، وراح نحكي حالة كمان لما يكون المرض dominant والnormal شو recessive، ماشي الحال. الله يقويك ويعطيك العافية.